عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقصر قضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد مجلس الوزراء بالخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي جاء شاملا ومواكبا للمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية، ومشخصا بشكل دقيق للواقع الإقليمي والدولي ومستجداته. أشاد المجلس بما اشتمل عليه الخطاب السامي من توجيهات ورؤى ثاقبة في تحديد المتطلبات المستقبلية للتقدم الحضاري المواكب لحركة التقدم العلمي والتقني، وتأمين الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وفي تطوير الوضع البيئي والمناخي وحماية أركان دولة القانون. وأكد مجلس الوزراء أن هذه التوجيهات السامية والمبادرات التي أمر جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه بتحقيقها تمثل خارطة طريق للحكومة لتلبية تطلعات المواطنين واحتياجات البحرين المستقبلية، وستباشر بتنفيذها وفق برامج عمل محددة. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى اللجنة التنسيقية وضع الأطر والبرامج التنفيذية التي تحقق التوجهات الملكية السامية. بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ سعادته وعميق ارتياحه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجرها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي تكللت بحمد الله وفضله بالنجاح. ونيابة عن مجلس الوزراء، هنأ سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالفحوصات الطبية الموفقة التي أجراها سموه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرة العطاء والبناء في هذا الوطن الغالي. بعدها شاد مجلس الوزراء بدور جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، والتي رعى سموه حفل توزيع جوائزها مؤخرا في دعم وتطوير العمل الصحفي والإعلامي والارتقاء بالصحافة البحرينية عبر تعزيز روح المنافسة التي تقود نحو المزيد من الإبداع والتميز. وهنأ مجلس الوزراء في هذا الصدد الفائزين بجائزة خليفة بن سلمان للصحافة، منوها المجلس بالتقدير والعرفان الدعم الكبير الذي تحظى به الصحافة الوطنية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء. ثم رحب مجلس الوزراء بانضمام سعادة السيد وائل بن ناصر المبارك إلى الوزارة إثر صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه وزيرا لشؤون الكهرباء والماء، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، مستذكرا المجلس بالتقدير إسهامات سلفه سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا في قطاع الكهرباء والماء، متمنيا له التوفيق في حياته المستقبلية. بعدها أدان مجلس الوزراء الاعتداء التركي على سوريا، ورفض المجلس رفضا تاما استهداف سيادة دولة عربية شقيقة لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والاستقرار وتقويض لجهود محاربة الإرهاب في المنطقة. وحث المجلس المجتمع الدولي للاتضاع بمسؤولياته لوقف هذا العدوان. ورحب مجلس الوزراء بما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع غير الاعتيادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بهذا الخصوص، تأييده المطلق للإجراءات التي دعا إليها البيان المذكور لحماية الأراضي العربية من أي اعتداء. وضمن هذا السياق، فقد عرض معالي وزير الخارجية على مجلس الوزراء نتائج الاجتماع المذكور أعلى والقرارات التي تم اتخاذها. بعد ذلك أكد مجلس الوزراء على الدور والثقل الذي تطلع به المملكة العربية السعودية في الأمن الإقليمي، مؤكدا أن أي خطوات تعزز من دور المملكة العربية السعودية وقدرتها للاطلاع بهذه المسؤولية هي محل تأييد مطلق، مرحبا المجلس بقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات لتهديد الاستقرار في المنطقة. بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، استعرض مجلس الوزراء البرامج والخطط والمشاريع التي ستنفذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للوفاء بالتزام الحكومة بما جاء في برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022 والمندرجة تحت الأولويات والسياسات والمبادرات المختلفة، ومجموعها 30 مشروعا تنمويا، منها 5 تم تنفيذها أو تنفذها الوزارة كجهة رئيسة، و25 مشروعا تنفذها كجهة مساندة تصب في مصلحة
توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة العمل. ومن أهم هذه المشاريع التي استعرضها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إصدار نظام التراخيص للسجلات التجارية سجلات، وإصدار حزمة التشريعات التي تعزز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو، وتخصيص قسائم صناعية مدعومة حكوميا لأصحاب المشاريع التي تدعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتنفيذ استراتيجية وطنية للسياحة، والعمل على إنشاء مدينة للمعارض، وإصدار قرارات داعمة لتحقيق الإجراءات التنفيذية كالسماح بمزاولة أنشطة تجارية من خلال محل تجاري افتراضي، وتنظيم نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، وتسويق منطقة البحرين للاستثمار عالميا، وربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية. وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المشاريع، وكلف الوزارة بمباشرة تنفيذها. ثانيا، حرصا على دعم المسيرة التعليمية وفي إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بها، فقد كلف سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تعزز المتابعة الحكومية المستمرة لخطط التطوير والبرامج التي تتبناها الوزارة للحفاظ على المسيرة التعليمية وبيئتها وفق مستويات الجودة التي تتطلع إليها الحكومة دائما. وفي سياق ذي صلة، فقد اعتمد مجلس الوزراء التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2019، والذي عرضه سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على توقيع مملكة البحرين وانضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأنها معالي وزير الخارجية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين لورشة العمل شبه الإقليمية حول محاربة العنف والتطرف في المؤسسات التربوية من منظور المقاربة بالمناهج، وذلك استنادا إلى العرض الذي قدمه في هذا الخصوص سعادة وزير التربية والتعليم. خامسا، عرض سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة نظم التطبيقات التي اعتمدت كمنصات للتواصل الداخلي في الوزارة وتطويعها لتعزيز كفاءة العمل الإداري وتجاوز أي معوقات قد تؤثر على مرونة المعاملات بين الإدارات المختلفة فيها، وتيسير التواصل وتبسيط الإجراءات بين القطاعات والإدارات، وتوفير سجلات إلكترونية لجميع المشاريع والمخاطبات الداخلية بشأنها. سادسا، وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة ومقدمة من مجلس النواب، منها ما يتعلق بتطوير آليات الأندية والمراكز في القسم الشبابي والنسائي وفتح باب التسهيلات للاستثمارات الرياضية، وبشأن متضرري تجمع مياه الأمطار في الوحدات الإسكانية. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما بنتائج مشاركة سعادة وزير التربية والتعليم في الاجتماع التشاوري في 9 لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية، والاجتماع 19 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللذين عقدا بمسقط مؤخرا. كما أخذ المجلس علما كذلك بنتائج مشاركة سعادة وزير الإسكان في اجتماع الدورة 36 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدى الوزاري العربي 3 للإسكان والتنمية الحضرية، اللذين عقدا في دبي مؤخرا. فيما أحاط سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس علما بنتائج الاجتماع 4 للوزراء المسؤولين عن السياحة، والاجتماع 2 المشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اللذين عقدا في مسقط مؤخرا.